نعود إلى مدرب الاتفاق برانكو الذي اليوم يتحدث لبرنامج الملعب في أول حديث بعد الإقالة مع الزميل بدر رافع في مهمة صعبة كانت لبدر في المحاولة للوصول إلى المدرب، نجح في ذلك وأخذ منه تعليق وحديث بعد إقالته من الاتفاق. أوافقك أن التصريح لم يكن في مكانه، وأنا حزين جدا على ما حصل. الموسم والدوري الذي قضيته مع الاتفاق عملت فيه أشياء كثيرة، ومن بداية الموسم كنا ننافس على المركز الأول ولعبنا كأس ولي العهد ولم نحصل عليه. نحن الآن في المركز الأول في مجموعتنا في كأس الاتحاد الآسيوي. حاولنا أن نلعب كرة سريعة هذا الموسم وكان توجه هجومي. أنا شخصيا أفتخر بالموسم الذي قضيته مع الاتفاق. لم أوقع أي عرض رسمي من أي نادي، وهناك من كلمني واتصل بي ولكن لم أوقع أي عرض. ألاحظ أن الكرة السعودية تتطور يوما بعد يوم، وهذا يعني أن الاحتراف في السعودية يسير بشكل جيد، وأؤكد أن اللاعبين يحبون التمارين وهذا شيء مشجع. قبل أن نتحدث عن بطولات الاتفاق، كما تعرفون كثيرا من اللاعبين صغارا في السن ولهم مستقبل مشرف، ولكن هذا يحتاج لبعض الوقت قبل أن يأتي النادي بنتائج جيدة. وعلى الصعيد القريب والعاجل لا أتوقع أن يحصل الاتفاق على أي بطولة. يجب على الفريق الاتفاقي أن يستمر على هذا النهج لكي يحقق النتائج المشرفة. هذا هو الحديث بعد الإقالة، مدرب برانكو نادم على تصريحاته ويؤكد بأن الاتفاق لن وفق رؤيته طبعا لن يحقق بطولة في الوقت القريب، وبالتأكيد يقول بأنه لم يوقع حتى الآن مع نادي مع أي نادي، يشيد باحترافية إدارة الاتفاق. عبد العزيز، المدرب شكله تورط في التصريح. والله أنا سمعت تصريح برضو للأستاذ عبد العزيز الدوسري من البداية وهم في حرب باردة بينهم. نعم، وطبعا التصريح هذا يمكن القشة اللي قصب الظهر البعير. وزي ما قال الأستاذ عبد العزيز الدوسري، هو قال في تصريحه انه شاف انه يعني المدرب راح فريق ثاني، الطموح عنده انخفض، برضو اللاعبين ما راح يكون تفاعلهم معه في تكتيكه يعني او اخلاصهم داخل الملعب في خطة اللعب اللي قاعد يسويها. على من برانكو مهما عمل هو من المدربين المتميزين اللي نقل اتفاق نقلة كبيرة، ولا بس انها شاف نفسه كثير يعني، او بعد المستويات اللي قدمها يبدو انه بدأ يشعر بأنه أكبر من المدربين كذا يعني. هم يجون هنا يأخذون دورة على الخليج والفلوس يعني ودهن السير، هذه دورة تدريبية وفلوس يعني ما جيتها فلوس الآن حنية، وصرح وخذ الشهر برضه قبل الشهر هذا، وفي شرط جزائي ويأخذ زي ما قلت أنت إجازة. طيب الحين المدرب يقول قبل شوي بأنه طبعا هو يشيد باحترافية إدارة الاتفاق، لكنه يقول الاتفاق لن يحقق بطولة قريبة. والله شوف، هي تبقى وجهة نظر يعني، هي بنسأل عن وجهة نظرك انت. هو بالنسبة لي يتكلم عن وجهة نظر خاصة، هل هو بينجح نفسه ما راح يحقق بطولة عشان انا رحت عن الفريق. ولكن احنا ان شاء الله في كأس الاتحاد هذا الآسيوي الكل قاعد يرشح الاتفاق وعنده المقومات. وبعدين عند المقومات اللي بإذن الله يحقق فيها. طيب، وجايه اذا صحت الاخبار برضه السويح يعني اضافة كبيرة للفريق الاتفاق، وبإذن الله يحققها وتصريحه يرجع عليه. كابتن، هذه ادبيات مدربين انه ليس من الأدبيات أن تخرج من فريق وتنتقده وتتحدث فيه بطريقة غير جيدة، يعني يقول الفريق ما راح يحقق بطولة. والله هذه أحيانا يعني بعض المدربين يرى هالشيء، ولكن لو كان مشرف على الفريق يمكن ما يقول الكلام هذا. ولكن يعني مشكلة المدربين الآن لما يبرز في الفريق ويقدم مستويات جيدة يحاول يسوق لنفسه أنه يعني الأسلوب هذا اللي أنا ما وقعت عقد مع أي نادي. طيب، وما جدت يعني للأندية اللي تحتاجني أو تبغى تتفاوض معي الله يحييكم. طيب، هذه مشكلة أحيانا تواجه، افترض أن يكون برضه يعني فيه وضوح في أي عمل بين المدرب وبين إدارة النادي. طيب،